أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لسه ما زالت تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم لفعاليات يوم عرفة، هذا اليوم الطيب المبارك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، خائفون منك يا الله، متعبون من هموم أثقلت صدورنا. طبعا بنتكلم حضراتكم النهاردة على فكرة الجبر الكسر. النهاردة بنتكلم على أن ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فمن خلال هذه الفقرة بإذن الله هنحاول نتكلم على رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتنزل للسماء الدنيا في هذا اليوم الطيب المبارك، بيغفر لجميع خلقه. وطبعا ربنا رحمته واسع كل شيء زي ما قلت لحضراتكم. النهاردة برحب بضيفنا فضيلة الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف. أهلا بحكي يا مولانا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف صحة وسلامة يا رب. النهاردة بنتكلم طبعا على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني كلنا بنرجو رحمة الله. نعم. فعايزين نتكلم على هذا اليوم وإزاي بتتنزل الرحمات وبيخرج العباد جميعا من هذا اليوم مقبولين بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا المشهد المهيب، هذا المشهد العظيم، هذا المشهد الكبير الذي نراه الآن هو استعداد لأهم اللحظات وأهم ساعات في حياة هؤلاء البشر وفي حياة البشرية جمعاء. ما هي إلا لحظات أو دقائق أو أقل من ساعة بإذن الله تبارك وتعالى، ويبدأ صلاة الظهر أو يبدأ وقت الضحى، وقت الضحى ينتهي ويبدأ وقت الظهر أو اللي هي بنسميها العشية، اللي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات عشية عرفة يباهي بأهل الأرض أهل السماوات. يعني ده بعد دقائق بإذن الله، دقائق إن شاء الله بإذن الله، وتبدأ هذه المباهاة التي يباهي ربنا تبارك وتعالى بأهل الموقف، بهؤلاء الذين يتحركون الآن استعدادا لهذه المباهاة، استعدادا لهذه الرحمات، استعدادا لهذه البركات والخيرات والنفحات التي تنزل من ربنا تبارك وتعالى، استعدادا لأن يقول الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات لأهل السماوات للملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه. انظروا إليهم في هذه المشاهد التي يصطف فيها الجميع، يبكي، يذرفون الدمعة، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، يلهجون إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والتحميد. انظروا إلى هذه الوجوه النيرة، انظروا إلى هذه الوجوه التي جاءت بالمال الحلال والتي جاءت بالملبس الحلال والتي جاءت ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها الذنوب وأن يستر لها العيوب وأن يجعلها من المقبولين في هذا الحج بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يمكن كلنا نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من كل ليلة برحمته وبركاته وفضله ومنه سبحانه وتعالى، وينادي على عباده ألا من داع، ألا من مستغفر، ألا من كذا، ألا من كذا. ده في كل ليلة من ليالي هذا العام أو في كل عام، إلا في يوم عرفة فإن هذا التنزل يكون في الليل ويكون أيضا عشية عرفة في هذا الموقف العظيم اللي الشيطان ذات نفسه بيحس به ويحس بمغفرة الله فيه ويحس ببركة الله فيه، لدرجة أنه يحث التراب على رأسه ويقول يا ويله، اللي هو الشيطان يعني، أضلهم في طول العام ويغفر لهم في يوم واحد. مشهد مهيب فعلا، يعني اللي هو مجهوده كله بيروح على الأرض. صحيح. صحيح. وكأن ده يوم يستطيع فيه الإنسان أن يشفي صدره من الشيطان، أن يشفي صدره من هذا الذي حاول أن يضله طول العام، حاول أن يغويه في طول العام، حاول أن يبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى في طول العام. ها هو اليوم يتلقى رحمات الله ومغفرة الله وبركات الله وخيرات الله في لحظة واحدة وفي يوم واحد. كتب ربكم على نفسه الرحمة. صحيح. دائما احنا بنقول حتى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هي الجملة الأكثر تكرارا حتى على ألسنتنا. صحيح. يعني لماذا اختص ربنا سبحانه وتعالى نفسه بالرحمة دونا عن غيرها من الصفات الحميدة؟ هو وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى، يعني ليه 99 اسم. نعم. فمن ضمنها الرحمن والرحيم. هو خلينا نتفق على أن ربنا ليه أكثر من 99 اسم. إنما 99 اسم دي اللي ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال من أحصاها دخل الجنة. نعم. يعني حديث الموجود في صحيح البخاري بيقول فيه إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله 99 اسما، 100 إلا واحدا
من أحصاها دخل الجنة. لكن ربنا له أسماء عظيمة جدا أكثر من ذلك بكثير، لدرجة أن بعض العلماء يقول ولو كان البحر مدادا لأسماء ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد أسماء ربي، ولو جئنا بسبعة أبحر مثله مددا. ده مش حديث، ده قول لبعض العلماء في الآية القرآنية. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد، في علم الغيب عندك. الله يفتح عليك. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمة، لكن اسم الرحمن واسم الرحيم أسماء لها مكانة عظيمة جدا، لدرجة أن دي الأسماء التي يفتتح بها في كل سورة. في كل سورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليدل على أن الرحمة والعطف من الله سبحانه وتعالى والمغفرة من الله سبحانه وتعالى سابقة. إن الله كتب في كتاب فهو عنده إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، إن الله جعل الرحمة 100 جزء وكأنها في 100 وعاء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. الله استبقى عنده 99 جزءا وأنزل الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني الرحمة اللي احنا بنشوفها عند الطيور، وبنشوفها عند الإنسان، وبنشوفها عند الحيوان، وبنشوفها حتى عند الوحوش، كل دي رحمة واحدة، كل دي جزء من 100 جزء. فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذا الجزء إلى 99 جزء، فصارت رحمة واحدة من 100 جزء يرحم الله تبارك وتعالى بها عباده يوم